بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الماضية كان الحديث عن الكناية وأنواعها، وأخذنا في المحاضرة الماضية الأقسام الأساسية للكناية، وقلنا تقسم على ماذا؟ على ثلاثة أقسام: الكناية عن الصفة، والكناية عن الموصوف، والكناية عن النسبة. وضربنا لذلك أمثلة قرآنية وشعرية وجملا كثيرة من كلامنا العربي الفصيح. هذه الأنواع الثلاثة قلنا أنها ماذا؟ إنها أساسية. يعني العلماء القدامى عندما ألفوا في كتب البلاغة، عندما وصلوا إلى موضوع الكناية وذكروا لنا تعريفاتها، ذكروا هذه الأنواع الأساسية. بعض الدراسات المتأخرة أو ما نسميها المحدثة أظهرت لنا تقسيماً آخر. هذا التقسيم نظر إلى الكناية بحسب ماذا؟ بحسب السياق الذي ترد فيه، فنتج لنا مصطلحات جديدة عن الكناية. من هذه المصطلحات التعريض، ومصطلح التلويح، ومصطلح الرمز أو الإشارة. هذه المصطلحات أو هذه الأنواع ليست بمعنى أنها لم تكن موجودة سابقاً، وإنما ماذا؟ المصطلح اختلف، يعني التسمية اختلفت. هذا التقسيم نسميه ماذا؟ التقسيم بحسب السياق. يعني عندما أخذنا التقسيم الأول، التقسيم الأساسي، قسمنا الاستعارة الكناية فيه على ماذا؟ على ثلاثة أنواع أساسية. هذا التقسيم اليوم الذي سوف ندرسه نقول إنه ماذا؟ تقسيم للكناية بحسب السياق الذي ترد فيه، ونأتي بعد ذلك نبين معنى السياق. تقسيم الكناية بحسب أو مراعاة مساحة. مراعاة للسياق الذي ترد فيه. عندما قلنا كلمة سياق، كلمة السياق ماذا تعني؟ يعني ألم تمر يوما على هذا المصطلح؟ مثلا نقول ورد هذا اللفظ أو لفظ جهنم في سياق العذاب، لفظ الجنة يرد دائما في القرآن الكريم في سياق المغفرة الإلهية والرحمة الإلهية. كلمة سياق ماذا تعني؟ يعني هذا المصطلح ماذا؟ موضوع ماذا؟ الكلام. نعم شيخ. الجو العام اللي يسوق فهم القارئ أو السامع إلى معنى معين. فهو مكون من ماذا؟ مكون يعني الفهم للألفاظ يعني. هذه الألفاظ لفظ مع لفظ ينتج عنها ماذا؟ جملة. يعني الجملة كتقسيم أساسي لدينا الجملة تقسم ماذا؟ إلى فعلية واسمية، هذا التقسيم الرئيسي الأساسي البسيط للجملة، بغض النظر عن كونها إنشائية أو خبرية أو استئنافية أو إلى غير ذلك من أنواع الجمل. هذه الجملة الاسمية والفعلية مكونة من ماذا؟ من كلمات. هذه الكلمات كونت لنا جملة أوسع من جملة. يعني هذه الجملة عندما ماذا؟ ترتبط مع جملة ثانية، هناك مجموعة من الجمل المترابطة راح يتلف لماذا؟ نص متكامل. النص عبارة، من تعريفات النص أنه ماذا؟ عبارة عن جمل مترابطة مع بعضها بموضوع معين. هذا الموضوع، يعني هذا الكلام، يعني مثلا نقول عندما قلت لكم كلمة جهنم دائما ترد ماذا؟ في سياق العذاب. سياق العذاب ماذا يعني؟ ليس جملة واحدة أو كلمة واحدة، لهذه الجمل المتسلسلة المترابطة التي تتحدث ماذا؟ عن موضوع معين. هذا معناه ماذا؟ سياق. هذا التقسيم في الكناية، يعني إذا
انتبهتوا للتقسيم الأول الذي درسناه في المحاضرة الماضية، كان هناك ماذا راعينا فيه؟ أركان الكناية، يعني اللفظ الذي ألفظ به أقول عنه ماذا؟ مكنى به، والمعنى المطلوب أو المعنى الكنائي هو ماذا؟ هو مكنى عنه. فهناك لفظ يوصلني ماذا؟ إلى المعنى الكنائي. أما في هذا التقسيم، تقسيم أما في هذا التقسيم فالقضية أو المعنى الذي أقصده ليس من اللفظ أحصل عليه، وإنما أحصل عليه من ماذا؟ من السياق الذي ترد فيه هذه الكلمات. هذا التقسيم بين أنه يضم أكثر من نوع. النوع الأول يسمى بالتعريض، يعني خلاف التصريح، يعني عندما أصرح بأمر هذا ماذا؟ كلام مباشر، هذا تصريح بأمر معين. عندما أقول مثلا صرح محمد بالبيان التالي أو صرح الوزير بالبيان التالي، هذا ماذا؟ إشهار، تصريح بالأمر. التعريض ماذا يعني؟ في اللغة معناه ماذا؟ إنني لا أصرح، يعني ماذا؟ خلاف التصريح. في الإصطلاح ماذا يعني؟ يعني هذا الأسلوب في الكلام ماذا يعني؟ أما في الإصطلاح فهو إطلاق الكلام كلام متداول مستعمل فيما بيننا.
أو مثال آخر مثلا، شخص يتصف بالأذى، دائما هو يؤذي المسلمين. مثلا يدخل هذا الشخص، أنا ماذا أقول؟ أقول قال رسول الله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. البقية قد ماذا يفهمون؟ يفهمون أنني أقصد الموعظة، الكلام حول هذا الموضوع، لكن من يتصف بهذا الأمر ماذا؟ يقول هو يعرضني. فالتعريض الهدف منه يعني التعريض، ماذا يختلف هذا النوع من الكناية عن الأنواع الأخرى؟ هذا النوع أنني ماذا عندما أستعمل هذا الأسلوب دائما من يفهمه؟ يفهمه الجميع أو يفهمه الشخص المعني؟ أحسنتم، يفهمه الشخص المعني من يتصف بهذه الصفة. بينما الأنواع الأخرى من الكناية عندما أقول مثلا محمد طويل النجاد، الجميع يفهم ماذا؟ صفة الطول. أقول علي سابق الريح، الجميع يفهم ماذا؟ صفة السرعة. أما بالتعريض له يختلف المعنى باختلاف السياق، يعني أنا سياق كلامي، محور كلامي أغيره بقصد ماذا؟ أريد أن أعرض بقضية معينة، بشخص معين. هذا الأسلوب، أسلوب التعريض، موجود كثيرا. نعم أستاذ، ليش ما نسميه تشهير بطريقة بصيغة بلاغية؟ هذا كمصطلح، هذه مصطلحات موجودة عند العلماء ونحن نأتي نفسرها عندما يضع العلماء مصطلحا يتفقون عليه ويسمونه مصطلحا، فهذا مصطلح موجود. أما مثلا مثل إحنا لدينا مصطلحات كثيرة، مثلا النعت، فرقة تسميه نعت، فرقة تسميه صفة، بعضهم يفرق بين الاثنين، بعضهم لا، يقول هي قضية واحدة لكن لكل فرقة أو لكل مدرسة تسميتها. فهذه ماذا؟ القاعدة المعنى واحد، لكن هذه مصطلحات. زين، أما التشهير، عند التشهير إذا أردت أن أسمي هذا إشهار، عندما أقول مثلا يدخل شخص بيننا أقول محمد سارق، أفهم قضية السرقة للجميع، فأنا شهرت به، هذا التشهير إنني أشهرها للجميع. لكن هذا الشخص الذي أستعمل معه أسلوب التعريض، أريد أن أبين له إنني أولا لا أجهل فعلك الشنيع الذي فعلته، ولا أريد أن أفضحك أمام الآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ أن الله يحب الساترين. ودائما يعني أغلب الأحيان التعريض يكون ماذا؟ يكون في الصفات المذمومة المشينة، يعني أغلب. الآن نأخذ إن شاء الله أمثلة، دائما التعريض يكون لماذا؟ لصفات المشينة المذمومة المرفوضة في المجتمع. زين، هذا الأسلوب موجود كثيرا في القرآن الكريم. يعني مثلا نأخذ مثال، قال تعالى قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بينا أن التعريض نصل إلى المعنى عن طريق هذا، عن طريق سياق الكلام. سياق الكلام في هذه الآية القرآنية يدور حول يا قضية يا قصة. أحسنتم، قصة النبي إبراهيم عليه السلام وكيف كسر الأصنام. زين، عندما كسر الأصنام، عندما جاء بعد أن كسر الأصنام، جاء قومه سألوه، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ سؤال، يريدون ماذا؟ يريدون منه الجواب، هم كانوا شاكين به فأرادوا ماذا؟ أرادوا منه الجواب. النبي إبراهيم عليه السلام لم يقل نعم أنا فعلت ذلك،
كان جواب ماذا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الجواب جواب النبي إبراهيم عليه السلام يدل على ماذا؟ الغرض منه ماذا؟ يعني عندما مثلا شخص يعبد صنم، أنا أتي أكسر هذا الصنم الذي يعبده، أقول له، يقول لي هل أنت فعلت هذا؟ أقول له ماذا؟ اسأل هذا المكسور، من كسرك؟ من فعل هذا بك؟ إذا كان هو ينطق، إذا كان يستحق العبادة. هذا الكلام يريد أي معنى؟ الغرض منه الوصول إلى أي معنى؟ نعم يعني يريد أن يبين للناس أن الأصنام لا تتكلم، فتعبير كنائي تعريضي أن هذا الذي تعبدونه هو لا ينطق من ناحية عقلية، وبالتالي أنتم ماذا؟ أنتم تعبدون شيئا لا ينطق، فعقولكم ماذا بها؟ خطأ، أنتم هذا خاطئ. إذا أنتم ماذا؟ تفهمون أم تجهلون؟ تجهلون. أحسنتم، إذا ماذا؟ أنتم تجهلون هذا الأمر. أنتم لو كان لديكم ذرة من العقل لما عبدتم ماذا؟ عبدتم هذه الحجارة. الغرض من هذا الكلام تعريض بمن؟ تعريض ليس بالحجارة، لأن الحجارة لا خلل فيها، ليست هي التي أمرت الناس بعبادتها. من المقصود بالكلام؟ المقصود هم، يعني عندما أجابهم بهذه الصيغة قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، الكلام مو عن الحجارة، وهم رأوها مكسرة أمامهم، فمو القضية أنه يريد أن يقول لهم هذه حجارة وكسرتها. القضية يريد أن ماذا؟ أن يعرض بمعنى آخر، أن يشير لهم ماذا؟ إلى معنى آخر، أنه أنتم لا تفقهون شيئا، أنتم جاهلون، لأنكم لو كنتم تعقلون وتفكرون وتدركون الأمر بهذه العقول التي مانحكم الله سبحانه وتعالى إياها لما عبدتم ماذا؟ الحجارة. والقضية الثانية ماذا قالهم؟ بل فعله كبيرهم هذا، يعني احنا بالقضية ما موجودة هذه الرواية بالقرآن الكريم، لكن بالقصة في الروايات انه عندما كسر الأصنام هذه الأداة او هذه الفأس وين وضعها؟ حي الكبير. انهم انتم اذا عبدتم هذه الأصنام وانا كسرتها، هذا رئيسهم، هذا اكبر واحد كان واضعين بالوسط، اذا هذا إذا هو فعلها كسرها، إذا ماذا؟ صار خصام بين الآلهة. زين، إذا صار خصام، إذا صار شنو؟ شرك. إذا واحد قوي وواحد ماذا؟ واحد ضعيف. إذا لماذا لم يدافع أحدهم عن الآخر عن نفسه؟ لماذا لم يكن هناك دفاع؟ إذا هم مجتمعين لماذا يتفرقوا أحدهم يكسر الآخر؟ فهذه القضية أراد منها النبي عليه السلام ماذا؟ استثارة عقولهم حتى يفكرون. ومع الأسف حتى بعد هذا الأمر هم ماذا؟ كفروا وأرادوا وأمروا بإحراقه، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه من النار. وبقيوا ماذا؟ وبقيوا غير مؤمنين. كذلك يعني هذا كل الجواب تعريض بماذا؟ تعريض بجهالة هؤلاء القوم. لم يقل لهم مباشرة أنتم جاهلون، لكن استعمل هذا التعريض. كيف وصلنا إلى معنى التعريض؟ من الألفاظ أو من سياق الكلام؟ أحسنتم، من سياق الكلام. توجد قضية هي قضية جلالية خاصة بالنحو، لكن إذا أشرنا إليها تفيدكم إن شاء الله. هذا الحرف إن كانوا ينطقون، ما معناه؟ لكل حرف، لكل كلمة معنى. يعني مثلا هل هناك فرق إذا كانت الآية إذا كانوا ينطقون عن إن ماذا تفيد؟ معناها ماذا؟ مؤكدة. لا مو توكيد. نعم. يقول أن إذا جاءت إن لا يمكن ما بعدها يحصل، أما إذا لا بد من حصول ما بعدها. يعني هناك ماذا؟ تشكيك. دائما إن يأتي بعدها ماذا؟ أمر شاك في حدوثه، نشك في حدوثه. فهنا الآية اختارت ماذا؟ إن كانوا ينطقون، يعني أمر به شك لا يحدث،
إليها سواء كان في أي موضوع من موضوعاتنا البلاغية أو النحوية، لكل قضية خصوصا بالقرآن الكريم، لكل إشارة، لكل حركة لها دلالة معينة. وهذا بينت لكم يا بالمحاضرات الماضية أن هناك ماذا؟ نظرية القصدية في القرآن الكريم موجودة ونعترف بها. أكثر العلماء يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقصد بكل حركة استعملها، يقصد هذه الحركة دون تلك، ويقصد هذه الكلمة دون تلك. فهنا استعمال إن كان ماذا؟ كان مقصوداً غير واحد. هناك آية أخرى أيضاً جاء فيها التعريف، قال تعالى على لسان حكاية على لسان نصارى: يا عيسى، يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا الكلام سياق، يعني السياق الذي وردت به هذه الآية هي ماذا؟ سياق من؟ من المتكلم؟ متكلمين من هم؟ النصارى عندما طلبوا من النبي عيسى عليه السلام ماذا؟ إنزال المائدة عليهم من السماء. لاحظ طلبهم، يعني طريقة سؤالهم بالبداية، لاحظوا ماذا قالوا؟ لم يقولوا يا رسول الله، يا نبي الله، قالوا يا عيسى ابن مريم. وهذا الأسلوب، يعني دائما تلاحظوا بالقرآن الكريم دائما الكفار ماذا يقولون؟ يا شعيب، يا موسى، يا عيسى، يا صالح. دليل على ماذا؟ أحسنتم، عدم الإيمان. وهذا أيضا تكرر مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما كتب هذا كتاب من رسول الله، ماذا قالوا؟ قالوا لا، لو كنا نعترف بك لما صار هذا الصلح ولما صارت هذه الحروب. قل ماذا؟ من محمد بن عبد الله. فدائما المشككين أو الكافرين لا يقولون ماذا؟ يا رسول الله أو يا نبي الله، وإنما ماذا يقولون؟ يسمون الأنبياء بأسمائهم. بعد هذا القول ماذا قالوا؟ هل يستطيع ربك؟ يعني لاحظوا ما قالوا ربنا. النبي عليه السلام ماذا قال؟ يعني تكملة الآية، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. لكن هم ماذا قالوا؟ مثل قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا. هذا ينم عن ماذا؟ عندما يقولون هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني هذا السؤال هل يقصدون منا الإجابة لأمر آخر؟ استهزاء، تهكم، يشككون بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا السؤال هل يستطيع ربك إلى نهاية الآية هو ماذا؟ تعريض بمن؟ لم يقولوا ربك لا يستطيع مباشرة، قالوا ماذا؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهو تعريض بماذا؟ تعريض بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الأسلوب هو أسلوب استفهام، لكن قلنا الاستفهام لا يأتي دائما الغرض منه ماذا؟ يعني في أساليبنا في اللغة العربية لا يأتي الاستفهام دائما لغرض ماذا؟ لغرض الحصول على الجواب، وإنما قد يأتي مثل هذه الآية الغرض منه ماذا؟ التهكم، الاستهزاء، السخرية. وقد يأتي نوعا آخر، يعني كما في هذه الآية القرآنية. قال تعالى: أفحسبتم أن
إنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الاستفهام أين في هذه الآية القرآنية؟ الأداة في الاستفهام همزة. همزة الاستفهام موجودة. هذا الاستفهام ماذا نسميه؟ هل هو طلب الجواب يعني أم نسميه ماذا؟ هذا النوع من الاستفهام يسمى استفهام إنكاري. الغرض منه ماذا؟ الغرض منه أنني لا أريد ماذا؟ لا أريد الجواب. يعني أنا كمتكلم عندما أستعمل هذا الأسلوب المقابل يعرف الإجابة، وأنا المتكلم أعرف أن ماذا؟ أن المقابل يعرف الإجابة، لكن أريد ماذا؟ أريد أن أنكر عليه فعله، أقول له ماذا؟ أن فعلك هذا شنيعة. أنكر يعني من باب التوبيخ يستعمل ماذا؟ هذا الأسلوب بالاستفهام. هذه الآية القرآنية عندما قلنا عندما قال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، بينا أنه استفهام إنكار، لكن هذا الاستفهام يخرج بالمنظور البلاغي. ممكن أن نقول أنه ماذا؟ هو كلام موجه من الله سبحانه وتعالى للبشر، إنكم ماذا؟ لم تخلقوا عبثا. ونحن لحد الآن عندما نقرأ القرآن الكريم نؤمن بأن هناك ماذا؟ أن الله لم يخلقنا عبثا، وأن هناك حساب، وهناك يوم آخر يحاسب به الله سبحانه وتعالى كل إنسان على أعماله. وهذه الآية لم تأتي يعني لم ترد من أوائل الآيات القرآنية، نزلت بعد ماذا؟ بعد أن عرف الناس الدين الإسلامي والتوحيد واليوم الآخر وعرفوا أصول الدين. إذن هذه الآية الغرض منها ماذا؟ تعريف بماذا؟ بجهلهم بأنهم غير محلولين أو كذا. مو بجهلهم، بينا أننا ماذا؟ أنها لم تنزل في أوائل السور يعني التي نزلت على الرسول. هذه الآية نزلت عندما ماذا؟ عرف الناس ماذا؟ أن هناك يوم آخر، وأن هناك ماذا؟ بعث ونشور وحساب. فهم ماذا؟ هم لا يجهلون. الذي يقرأ هذه الآية حاليا من المسلمين وعلى وقتنا الحالي لا يجهل، يعرف الجواب أن الله ماذا؟ لم يخلقوا عبثا، لكن ماذا؟ يتناسى. أحسنتم. يعرض بماذا؟ الآية يعرض بكونهم يتناسون ذلك. يعني حاليا نحن مسلمين نصلي نصوم، لكن بعض الأحيان ماذا؟ نتناسى الأمر، نقدم على آثام معينة، نعرف أن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا، لكن ماذا نقول؟ قسم الناس يقول إن الله غفور رحيم، أو سوف أتوب سوف أتوب، هذه سوف دائما نستعملها. إذن هذه الآية القرآنية هي استفهام إنكاري، لكن في البلاغة ممكن أن نقول عنها ماذا؟ إنها تعريض بمن يتناسى البعث والحساب. يعني هو يعرف لكن ماذا؟ يتناسى. هناك فرق بين ينسى ويتناسى، يعني ينسى ونسي الأمر، لكن يتناسى يجعل نفسه ناسيا. من الملاحظ على هذا الأسلوب، يعني دائما هذا الأسلوب يرد في ماذا؟ في حوار، في خضاب، يعني هناك جواب وهناك سؤال وهناك جواب. يعني لاحظوا في الآية الأولى التي أخذناها كان ماذا؟ أنت فعلت هذا يا إبراهيم؟ فالجواب قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فالتعليم أين وقع؟ وقع بحوار، يعني حوار بين طرفين. الآية الثانية أيضا ماذا؟ يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أيضا التعليم أين وقع؟ هذه المرة ليس بالجواب وإنما ماذا؟ بالسؤال. هذه الآية أيضا وقع بصيغة السؤال. فأغلب أساليب أو أسلوب التعريض، أغلب وروده يأتي ماذا؟ يأتي بمحاورة أو وجود طرفين، سؤال وجواب. إما يكون التعريض بالسؤال أو يكون ماذا؟ يكون بالجواب. طبعا هذه الملاحظة نتيجة استقراء، يعني إحنا
ما موجودة قاعدة قالت بهذا الشيء، وإنما نتيجة استقرار الأمثلة خصوصا الأمثلة القرآنية نلاحظ كثرة ورودها بهذا الجانب، يعني بهذه الأماكن، أماكن الحوارية. فممكن كدليل حتى نعرف كشيء مبسط أو قاعدة مبسطة حتى نميز أسلوب التعريض من غيره، نقول ماذا؟ إنه يكثر في الحوار، أينما يرد حوار ممكن أن نجد هناك ماذا؟ أسلوب تعريض. هناك طبعا أمثلة كثيرة أيضا قرآنية على التعريض، بينتها لكم أن القرآن الكريم استعمل هذا الأسلوب كثيرا، منها ما ورد في قوله تعالى: قالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. بالقتال، القتال في سبيل الله والجهاد، قالوا ماذا؟ هم يريدون أن يتخلفوا عن القتال. قالوا ماذا؟ إن السبب ماذا؟ الحر. لا تنفروا في الحر، إنه الدنيا حارة الآن، هذا الوقت من السنة الجو حار. هم ماذا القصد منهم؟ ليس أن الجو حار، وإنما يريدون من كلامهم ماذا؟ الفرار من المعركة. فالجواب ماذا؟ قل نار جهنم أشد حرا. فلم يقل لهم مباشرة أنتم ستدخلون في جهنم لأنكم ماذا؟ لم تطيعوا رسول الله، وإنما ماذا كان الجواب؟ بصورة عامة بدون تخصيص، تعريضا بهم، بل نار جهنم، عفوا، قل نار جهنم أشد حرا. لحد الآن واضح هذا الموضوع؟ النوع الثاني، بعد أن انتهينا من موضوع التعريض، النوع الثاني من تقسيم الكناية مراعاة للسياق يسمى ماذا؟ يسمى التلويح. التلويح ما معناه؟ إشارة. لا، هناك إشارة وهناك تلويح. التلويح هو نوع من الإشارة، لكن يكون لمن؟ للقريب أم للبعيد؟ أحسنتم. التلويح دائما يكون للبعيد، يعني إذا كان هناك شخص من الأشخاص يقف على بعد مني، مسافة مني، وأردت ماذا؟ ناديته لم يسمعني بسبب الزحام، بسبب كثرة من حولي من الناس، عندما ألوح له بيدي مثلا وأناديه يعرف هذا الأمر، فيسمى يعني هذا التلويح بالمعنى اللغوي. عندما أقول لوحت لعلي، يعني هذا معنى أشرت إليه بيدي حتى ماذا؟ حتى يراني من بعيد. فالتلويح بالمعنى اللغوي يعني ماذا؟ إنك تشير إلى غيرك ماذا؟ من بعيد. ثانيا التلويح في اللغة، الإشارة إلى غيرك من بعيد. أما في الاصطلاح، في الاصطلاح من أحد تعريفاته طبعا قلنا أن هذه الأنواع هي كلها ماذا؟ يتعود لموضوع الكناية، فهي كناية. من التعريفات الاصطلاحية للتلويح نقول هو الكناية التي بينها وبين المكني عنه. ما هو المكني عنه؟ المعنى المطلوب هو المكني عنه، يعني الكناية معناها شنو؟ هذا اللفظ الذي أكني به عن ماذا؟ عن معنى مطلوب. الكناية التي بينها وبين المكني عنه ماذا؟ مسافة، مسافة متباعدة. هذا الكلام، هذا التعريف يعود لمن؟ يعود من التعريف، يعني مأخوذ أصلا من التعريف اللغوي. عندما قلنا في التعريف اللغوي هو عبارة عن ماذا؟ تلويح والإشارة إلى غيرنا ماذا؟ من بعيد. بالإصطلاح هو كناية بينها وبين المكني عنه، يعني المعنى المطلوب، مسافة
متباعدة. هذه المسافة المتباعدة من أين نتجت؟ يعني سببها ماذا؟ سببها لكثرة الوساط بينهما. نضع بين قوسين من دون تعريض الإشارة إلى أنه هذا النوع ماذا؟ هذا التلويح نوع آخر نقصده وليس تعريضا. زين، الوسائط ما معناها؟ الوسائط معناها المعاني، يعني هناك عدة معاني حتى أصل ماذا؟ إلى المعنى المقصود. يعني في الأمثلة التي أخذناها في المحاضرة الماضية قلنا ماذا؟ عندما قلنا محمد يسابق الريحة مباشرة قلنا ماذا؟ كناية عن صفة ماذا؟ السرعة. كناية عن صفة السرعة. كناية عن صفة السرعة. هذا النوع من الكنايات يسمى ماذا؟ كناية قريبة. قريبة من حيث ماذا؟ إنني أصل إلى المعنى المطلوب مباشرة، هذا المعنى المكنى أو المكني عنه، أصل إليه ماذا؟ مباشرة عندما ألفظ بهذا اللفظ أقصد هذا المعنى. لكن هناك نوع آخر من الكنايات يسمى ماذا؟ أما أنه نصطلح عليه بالتلويح أو بعض العلماء القدامى كانوا يسمونه بالكناية البعيدة، إنني لا أصل إلى المعنى المقصود مباشرة وإنما ماذا؟ أحتاج إلى تفسير هذا المعنى، يعني يمر المعنى بمراحل بعدة معاني حتى أصل إلى المعنى المقصود. يعني مثلا كلمة هذا أكملتموه أم سحر؟ يعني الوسائط عبارة عن معاني، معنى يتصل بمعنى بواسطة معنى آخر بواسطة معنى إلى أن أصل ماذا؟ أصل إلى المعنى المقصود. يعني مثلا نأخذ جملة بسيطة، أقول محمد كثير الرمادي، هذه من الكنايات المعروفة عند العرب. أي كتاب تقرؤونه في البلاغة يعطي هذا المثال، موجود من الكنايات البسيطة المشهورة. كثير الرماد ماذا يعني؟ هذا المعنى المطلوب، يعني المعنى الكنائي هو ماذا؟ الكرم، بأن محمد كرم، بأن محمدا عفوا كرم. زين، هذه العبارة يعني كثير الرماد مباشرة فهمنا منها معنى الكرم؟ يعني هل هي صفة مناسبة لمحمد؟ يعني عندما قلنا يسابق الريح هو يسابق الريح، عندما نقول طويل النجاة هو ماذا؟ يلبس هذه الحمالة يعني يمتلكها فهو بالتالي طويل. عندما نقول عريض القفا هو صحيح بالشاعر عندما نراه بأعيننا ننظره هو ماذا؟ هو عريض القفا، فلذلك نقول إنها كناية عن ماذا؟ عن الغباء والبلاغة. بينما هنا عندما قلنا كثير الرماد، هل كثير الرماد صفة به ترتبط به أم لا؟ بجانب منزله أو بمنزله مثلا؟ نعم، شدة الطوق والنار ودعوة الضيافة وهذه الأمور الأساليب يعني المعاني. لا، هي المعاني صحيحة لكن نريدها ماذا؟ بصورة متسلسلة. قلنا وصاعد إن معنى يوصلنا إلى معنى ثاني. شدة الطوق، شدة النار قبل الطوق. نعم استاذ نواف، يعني كانت العرب عندما تريد ان تدعو الضيف يصعد صاحب الضيافة على مرتفع ويشعل نارا حتى يعرف الضيف ان هذا الشخص. احسنتم، فقبل الطبخ ماذا كان؟ دعوه قبلها يشعل نارا. قلت انه ماذا؟ يبدا الامر بيشعل النار. زين، يعني الامر اذا اردنا ان نشرح هذه الوصال، اولا ماذا؟ كثير الرماد، اذا ماذا؟ كثره إشعال النار. كثرة إشعال النار تتطلب ماذا؟ يعني حاليا نحن هذه في الحسينيات في الأماكن التي يطبخ فيها الناس يحتاجون لإشعال النار ماذا؟ حطب كثير. حطب
كثير، وهذا كيف اوقد هالنار؟ حطها ببعض شنو؟ وقود. يعني الان كثيرا ما نستعمل كثير من النفط، كثير من الغاز في سبيل ماذا؟ في سبيل الطبخ. عندما اتي بخشب، خشب واشعله لا استطيع اشعاله، لابد ماذا هناك؟ هناك وقود كثير. اذا بما انه مشعل نار كثيره، اذا نحتاج ماذا؟ الى حطب ووقود كثير. كثرة الحطب والوقود. هذا الإنسان إذا كان يشعل نار كثيرة ويستنزف ماذا؟ وقودا كثيرا، هذا الأمر اعتباطي أو لغرض معين؟ قبل الدعوة هذه النار ماذا نضع عليها؟ ما يطبخ، يعني قدور، كثرة القدور التي يطبخ فيها الطعام. كثرة القدور، كثرة القدور هذه ليست فارغة، هذه القدور ليست فارغة. إذا كثرة ماذا؟ كثرة ما؟ كثرة الطعام. يعني كثرة، خاصة العرب كانوا ماذا؟ ذبائح لديهم، يعني كثرة الطعام يعني كثرة الذبائح يؤدي إلى ماذا؟ كثرة الطعام المطبوخ. هذه الكثرة، إذا ناس يطبخ كثيرا وهذا تبذير، إذا لا أحد يأكله نستنتج منه ماذا؟ كثرة الضيوف الذين ماذا؟ يأتون لهذا الإنسان. إذن يؤدي ذلك إلى كثرة الضيوف. ونصل أخيرا إلى ماذا؟ إلى أنه مضياف، إنه كريم. هذا المعنى المطلوب، إن محمد ماذا؟ إن محمدا كريم. كل واحدة من هذه المعاني، يعني لاحظوا هذا معنى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، يعني خمس وصائل حتى وصلنا ماذا؟ إلى المعنى المطلوب. كل معنى من هذه المعاني هو بمثابة واسطة للمعنى الثاني، لأن هو القضية فيها ماذا؟ تسلسل. إشعال النار يؤدي إلى ماذا؟ كثرة الحطب والوقود، يؤدي إلى كثرة القدور، يؤدي إلى كثرة الطعام المطبوخ، ويؤدي إلى كثرة الضيوف، ويؤدي أخيرا ماذا؟ إلى أنه كريم. فهذه الأحداث، نحن حاليا عندما سألتكم، بما أنه بينت أنه هذه الكناية معروفة ومشهورة، فنتيجة لشهرتها قلت مباشرة ماذا؟ إنها كناية عن الكرم. لكن إذا أردنا التفصيل الدقيق كيف وصلنا إلى هذا المعنى المطلوب، وصلنا إليه عن طريق ماذا؟ هذه السلسلة من الوصائل. من الأمثلة على هذا النوع أيضا مثال كثيرا ما يتكرر، هو قول لأحد الشعراء: بعض الأحيان نأخذ الأمثلة المشهورة لسهولتها. قال الشاعر: وما يكو في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. طبعا حاليا هذا الكلام ما مستعمل، لأن طبيعة الحياة اختلفت، لكن هو ماذا؟ من الأبيات المشهورة التي تدل على ماذا؟ على الكرم. يعني المعنى المطلوب أنا بينت لكم إياه، إنه هذه التسمية جبان الكلب ومهزول الفصيل كلاهما يدلان على ماذا؟ على الكرم. هذا من الأمثلة المشهورة في اللغة العربية. المعنى المطلوب الكرم، لكن كيف وصلنا إلى هذا المعنى المطلوب؟ أيضا نمر بعدة وصلات مثل هذا المثال. جبان الكلب، نأتي إلى الأولى، جبان الكلب. الكلب من عادته ماذا؟ إنه معروف بالوفاء. والوفاء لمن؟ للغريب أم لصاحبه؟ لصاحبه. إذن عندما يأتي غريب ماذا يفعل؟ نعم، يعني ينبح في وجهه. على هذا الأساس يعني هذا كانت لا تفعل شيئا لغريب. لماذا؟
لأنه أحسنتم معتاد على كثرة الناس. جبان الكلب هو بالبداية ماذا؟ معتاد على الناس، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى أنه يألفهم فلا ينبح. يعني معتاد على الناس، فبالتالي ماذا؟ لا ينبح عليهم. معتاد عليهم ولا ينبح عليهم، لماذا؟ هل لأنهم قليل أم لأنهم كثر؟ لكثرتهم. فبما أنهم كثر، وهو نعود إلى البيت، وما يكون في من عيب فإني يريد أن يمدح نفسه. إذا هؤلاء الناس عندما يأتوه ماذا؟ لغاية ماذا؟ كثرة الضيافة أيضا. إذن هو معتاد على الناس الذين يأتون ماذا؟ الذين يأتون لصاحبه، فلا ينبح عليهم. إذا نستنتج من هذا ماذا؟ كثرة الضيوف، وبالتالي كثرة ما يطبخ، وبالتالي نصل إلى ماذا؟ إلى الكرم. مهزول الفصيل ماذا يعني؟ الفصيل هذه الكلمة ماذا تعني؟ نعم. بأي مرحلة من العمر؟ ابن النار. الفصيل هو ماذا؟ ابن النار، يعني الذي يعتمد على أمه، يعني الذي لم يفطن بعد. نعم شيخ الفصيل. لا يتعبر أنه عز شيء لأم الفصيل أن أذبح الضيف. بحيث وصل أي مرحلة يعني؟ الذي الذباح كم عددها التي ذبحها؟ يعني كثيرة، حتى ماذا؟ حتى وصل إلى الأم المرضعة ذبحها في سبيل ماذا؟ في سبيل ضيافة. فمهزول الفصيل، هذا الفصيل دائما يعتمد على أمه. لماذا هو قال مهزول الفصيل؟ مهزول ما معناه؟ ضعيف. زين، هذا الصغير يكون ضعيفا بسبب ماذا؟ قلة الغذاء. قلة الغذاء، بالتالي لأن أمه ما موجودة، أمه غير موجودة. لماذا؟ لأن صاحبه أمر بذبحها، أمر بذبحها هم اعتباطا. لماذا ذبحها؟ لكثرة الضيوف، بحيث ذبح البقية الكبار كلهم. بقيت ماذا؟ بقيت حتى الأم المرضعة، فأتاه أيضا ضيفان آخرين فذبحها، فلم يبقى سوى ماذا؟ سوى هذا الفصيل المهزول، فبالتالي هو كريم أم بخيل؟ كريم أيضا. وهو اللاعب، هو ماذا قال؟ قال: وما يكن فيها من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. يعني هو ما ذبح هذا، لأن لو ذبحه ماذا يكون؟ راح يكون قاسي، فراح يسبب له ماذا؟ عيب من العيوب. فهو ماذا قال؟ قال: وما يكن فيها من عيب، يعني أنا لا أمتلك أي عيب من العيوب. لو كان أحد الطلاب في الشعب الأخرى قال: هو ذبحهم كلهم، بقى على هذا الصغير ويذبح. السبب ماذا؟ حسب قوله أنه لو ذبحه كان ماذا؟ كان قاسي القلب، ذبح هذا الصغير الذي لم يفطن بعد، فهو لا يبقى عليه، يكبر قليلا ثم ماذا؟ يذبحه. وهذا طبعا كثيرا من كلام الشعراء، يعني قليلا من الناس من يتصف بهذه الصفة. بالنسبة للنوع الثالث، النوع الثالث يسمى الرمز. يعني بما أنه لدينا ماذا؟ تلويح، فهناك في المقابل ماذا؟ رمزاً. الرمز ماذا يعني؟ التلويح قلنا الإشارة من بعيد. الرمز ماذا يعني؟ أيضا إشارة، لكن لمن تكون؟ إشارة بخفية، صحيح، لكن ماذا؟ للقريب. الإشارة ماذا؟ الرمز يكون بماذا؟ بالحاجب، كان أحد يعض على شفته أو يشير بماذا؟ بحاجبيه أو بإصبعه. هذه الإشارات، هذه الرموز تكون ماذا؟ لا يراها البعيد، يراها فقط القريب. إذن هو ماذا؟ هذا النوع يقابل التلويح. النوع الثالث الرمز.
هو ماذا؟ هو الإشارة إلى القريب مع ماذا؟ مع خفاء. مع خفاء لماذا؟ لأنني دائما عندما حتى في وقتنا الحالي عندما أستعمل هذا النوع من الإشارة أريد ماذا؟ الغرض منه تنبيه هذا الشخص. لهذا قلنا مع خفاء. هذا الشخص مثلا يتكلم بموضوع معين، يأتي شخص آخر أريد أن أنبهه حتى يغير الموضوع، فأشير له بإشارة معينة هو يعرفها، حتى وإن كانت بإيماء أو بحركة رأس أنه ماذا؟ غير الموضوع. هذا ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أن هذا الشخص يغير الموضوع، لكن أنا قصدي ماذا؟ بخفاء، يعني أقصد هذا المقابل فقط، ولا أقصد أنني بالإشارة أفهمها للجميع. لهذا قلنا الرمز هو الإشارة إلى القريب مع ماذا؟ مع خفاء. إذا كان التلويح هو نوع من ماذا؟ من الكناية نصل فيها إلى المعنى المطلوب بكثرة الوسائط، فهذا الرمز أيضا بعكسه نصل فيه، يعني من نصل في هذا النوع من الكناية إلى المعنى المطلوب ماذا؟ بقل عن طريق ماذا؟ قلة الوسائط، يعني لا توجد هناك ماذا؟ وسائط كثيرة كما في التلويح. يعني بينت لكم أنه الرمز بخلاف التلويح. إذا أردنا الفرق بينهما أقول ماذا؟ هذا التلويح إشارة للبعيد، الرمز إشارة للقريب مع خفاء. التلويح كثرة الوسائط بين ماذا؟ بين الكناية وبين المكني عنه. هنا ماذا؟ هنا قلة الوسائط. العلماء القدامى كانوا يسمون هذين النوعين ماذا؟ التلويح يسمونه بالكناية البعيدة، والرمز يسمونه ماذا؟ بالكناية القريبة. يعني هي بينت لكم هي ماذا؟ ليست بتقسيمات جديدة بأنواع غير مذكورة مسبقا، هي موجودة لكن المصطلح ماذا؟ تغير. يعني مثلا يدخل ضمن الرمز المثال نفسه الذي أخذناه في الكناية عن الصفر، عندما قلنا محمد عريض القفر قلنا هو كناية عن ماذا؟ عن صفة البلادة والغباء. بما أنه نحن مباشرة وصلنا إلى هذا المعنى فالكناية قريبة، إذا ما نوعها؟ إذا هي رمز. أو مثلا نقول زيد غليظ القلب، هذا يرمز لماذا؟ أو مثلا نقول أسود القلب، أسود الحقود، حقود قاسي، يرمز لهذا المعنى. أو أقول مثلا زيد عريض الوسادة، أي ماذا؟ أيضا بديل يحتاج إلى وسادة عريضة حتى ينام عليها. عريض القفا أيضا ممكن. فدائما الكنايات القريبة تدل على ماذا؟ ممكن أن نقول عنها ونصطلح عليها بأنها ماذا؟ بأنها رمزا لمعنى معين، لمعنى كنائي معين. والكنايات البعيدة التي تحتاج إلى أكثر من معنى حتى نصل إلى المعنى المطلوب هي ماذا؟ هي تلويح. هناك من العلماء من يقول ماذا؟ من يقول إن هناك إشارة، يعني إحنا مبينا نحن الآن قلنا هناك تعريض بحسب السياق، هناك تعريض وهناك تلويح وهناك رمز. قسم من الدارسين يقول هناك أيضا نوع رابع هو ماذا؟ الإيماء أو الإشارة. أنا في رأيي أن هذا الموضوع لا يختلف عن الرمز، هو الرمز عبارة عن ماذا؟ عن إشارة. الإيماء أيضا ماذا؟ نوع من الرموز. إذن ممكن أن نقول عنها ماذا؟ هي ثلاثة أنواع، هي عبارة عن تعريض وعن تلويح وعن ماذا؟ وعن رمز. هذا بالنسبة لأنواع الكناية. في النهاية نصل إلى بلاغة الكناية، يعني ما الغرض الذي يقصده المتكلم من استعماله لأسلوب الكناية؟ لماذا يستعمل الكناية في كلامه؟ ما الغرض من ذلك؟ أشد وقعا من ماذا؟ من الحقيقة. طبعا هناك خلاف بين العلماء إنه هل الكناية حقيقة أم هي مجاز؟ هناك خلاف. قسم يقول ماذا؟ إنها حقيقة، يعني عندما أقول
فلان طويل النجاة هو حقيقة أمامنا طويل النجاة، عريض القفا هو حقيقة أمامنا عريض القفا. فيقولون ماذا؟ يحسب على جانب الحقيقة، ولكن يحتمل فيه ماذا؟ المعنى إيه؟ المعنى الأصلي والمعنى الكنائي. قسم يقول لا، يضعه ضمن ماذا؟ ضمن الأساليب المجازية. فهناك خلاف في القضية، بغض النظر هل هو أسلوب مجازي أو هل هو أسلوب حقيقي، هذه المسألة الخلافية ندعها بين العلماء. لكن الغرض، يعني لاحظنا نحن قلنا الاستعارة أشد وقعا من ماذا؟ من التشبيه. نأتي الآن إلى الكناية. الكناية عندما أستعملها الآن من خلال الأمثلة، ماذا فهمنا؟ القصد منها ماذا؟ نعم دكتورة، يعني حتى بالمثال اللي عرفناها أن كناية أفصح من التصريح، أو مثلا أفضل من التصريح، أو أبلغ من التصريح كما سمعتها عن أمي رحمه الله. الدليل ماذا؟ أنني عندما أكني ماذا أريد؟ هناك وضوح في أسلوب الكناية، وضوح محسوس أجده في أسلوب الكناية. بحيث ماذا؟ صفة ماذا؟ صفة موجودة ظاهرة. أحسنتي، هو سبب الوضوح لوجوده، فشاهد أنه فتكون ماذا؟ عندما أقول فلان غبي أو أقول ماذا؟ عريض القفا، أيها أبلغ أكثر وقعا؟ جمالية أكثر في الكناية. أحسنتم، هناك جمالية أكثر وهناك ماذا؟ التأثير أعمق أبلغ من ماذا؟ من الحقيقة. والقضية الثانية أنني ماذا؟ عندما أستعمل الأسلوب المباشر قد ماذا؟ أسيء إلى هذا الشخص. عندما يأتي هذا الشخص بجانبي وأقول هذا غبي، أنا أسيء إليه أمام الآخرين حتى وإن اتصف بهذه الصفة. لكن عندما أقول فلان عريض القفا قد ماذا؟ ويقول لي لماذا قلت هذا؟ قلت لا، أنا أقصد الصفة الحقيقية فيك، ولا أقصد ماذا؟ ولا أقصد المعنى الكنائي، لأن الكناية تحتمل المعنيين. مثل ما أخذنا عند ماذا؟ عندما أخذنا أحد الأبيات التي أعطيتكم إياها يمكن في الواجب في المحاضرة الماضية، بيت المتنبي عندما ماذا قال؟ قال عن كافور عندما نسب المجد لمن؟ للثوب، ولم ينسبه له مباشرة. فهذه الكناية أراد منها المتنبي ماذا؟ لم ينسبها له مباشرة، لم يقل مثلا أنت الضياء أنت المجد، قال إن في ثوبك أو إن ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء. لماذا استعمل هذا الأسلوب؟ لأن كافور كان من أصول سوداء، لم يكن أبيض البشر. فإذا قال له أنت وجهك الضياء أنت المجد، إذا قال له هذا راح يكون أسلوب استهزاء، يعني هو يعرف نفسه، يعني واحد أسود أنت تقول له شنو؟ أنت أبيض، يقول أنت جاي تستهزئ بي. فأسلوب الكناية، يعني هو حتى المتنبي إذا تقرؤون في الكتب والدراسات عنه يقول أنني أتحدى أي شخص يقول لي أنا مدحت أكافور، وإنما كان دائما أسلوبه ماذا؟ مدحه مبطن بهجاء أو مبطن بذم أو مبطن بأسلوب آخر. من هذه الأساليب اللي استعملها أسلوب الكناية، نسب المجد لمن؟ للثوب، والثوب هو ماذا؟ ثوب السلطة وثوب الملك، فكل من يرتديه يمتلك ماذا؟ هذا الضياء وهذا المجد، لكن لم يقل له مباشرة أنت الضياء. فعندما يسأله الآخرين أنت مدحت أمام كافور، يقول هو مدحني. الذي يفقه اللغة يقول ماذا؟ هو كنا، لأنه ماذا؟ تجنب التصريح بأمر آخر. فالكناية دائما القصد منها ماذا؟ هذا الوجود للمعنيين، يفيد المتكلم. يعني عندما يأتي شخص يقول أنت قصدتني في كلامك، أقول له لا، أنا ذكرت هذا الأسلوب لأن لم أصرح. الكناية أخفي شيئا وأريد منه ماذا؟ أمرا آخر. التعريف أيضا كذلك، أنني لا أريد عندما بينت لكم في المثال لا أقول له أنت سارق، أذكر حديثا عن السرقة، هو يشعر بذلك، لكن الآخرين لا يعرفون أنني ماذا؟ أخص فلانا بالأمر، لكن صاحب الصفة الذي يتصف بالصفة يعرف بهذا. فإذا هناك لكل أسلوب من أساليب علم البيان غرض يقصده المتكلم، سواء كان شاعر سواء كان خطيب، وكذلك إذا جاءتنا شواهد كثيرة في القرآن الكريم، يعني في المكان الذي يستعمل استعارة القرآن الكريم قصد الاستعارة، في المكان الذي يقصد التشبيه كان اللي يستعمل التشبيه كان يقصد التشبيه، عندما يستعمل الكناية أيضا ماذا؟ كان يقصد الكناية. يعني
من الكنايات الموجودة الكثيرة في القرآن الكريم وأحيط بثمره أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. هذا الموضوع، هذه الكلمات كناية عن ماذا؟ عن التحسر، عن الندم. لكن تصويرها بهذه الحالة بهذا الأسلوب لها أثر أعمق على المتلقي، بينما لو كان التعبير إنه ندم على ذلك أو ندم على تعبه فيها. كذلك عندما أخذنا الاستعارة وبينا بلاغتها، أخذنا التشبيه وبينا السبب الذي نقصده فيه أو نقصده في الكلام. بنهاية هذه المحاضرة انتهينا من علم البيان، يعني أخذنا التشبيه، بعده انتقلنا إلى الحقيقة والمجاز، ومن ضمنها الاستعارة، وانتهينا اليوم من كلامنا عن الكناية. إن شاء الله في المحاضرات القادمة